بسم الله والصلاة والسلام على رسول. بعد ما أصيب أيقونة الفن الهندي الفنان العالمي أميتاب باتشان بالفيروس الحالي، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي المرضى جميعا، بعت رسالة مهمة جدا لملايين المعجبين اللي بيدعوا، وحط صورة زي ما انتم شايفين، ديت الصورة الأخيرة نشرها على الانستجرام بتاعه، وكتب إيه بقى؟ قال لمن عبروا عن قلقهم وأرسلوا صلواتهم بعد إصابته وإصابة ابنه، أرسل لكم خالص امتناني وحبي، شكرا لكم. الممثل أميتاب باتشان هو 77 سنة، وكان قال على تويتر امبارح ان الفحص اثبت اصابته بالفيروس الحالي، وبعديها بدقايق قال ان ابنه برضه شفى الله وعافاه اصيب، والاتنين نقلوا للمستشفى على الرغم ان هو لم تظهر عليهم سوى اعراض خفيفة. والجدير بالذكر ان الفنان اميتاب باتشان كان بيساعد الهند في حربها على الفيروس الحالي، وظهر في اعلانات كتير علشان يحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الايدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولكن طبعا ارادة ربنا في كل شيء، ربنا يشفيه ويعافيه. وطلب من ملايين المعجبين إن هم يتحلوا بالهدوء وعدم الذعر.